التراكت الاخيره اللي هنشرحها دي اسمها كورتيكو بونتو سيريبيلار باثوي، او كورتيكو بونتو سيريبيلار تراكت. خد بالك من الاسم الاول، كورتيكو بونتو سيريبيلار باثوي، يعني التراكت دي بتبتدي من الكورتكس وتعدي في البونز وتنتهي في السيريبيلم اللي هو المخيخ. يبقى اللوجيك دي باديه من السيريبرم اللي هو السيريبرال كورتكس وراحه للسيريبيلم، يعني راحه تأثر على السيريبيلم. يعني معنى كده التراكت دي راح عشان تحط السيريبيلم تحت تأثيرها، يعني بتحط السيريبيلم تحت، او بتضع السيريبيلم اللي هو المخيخ تحت تأثير السيريبرال كورتكس. يبقى يعني دي السيريبرال كورتكس رايز كل حاجة في المخ، لازم يحط السيريبيلم اللي هو المخيخ تحت تأثيره، فبيشتغل على التراكت دي اللي اسمها كورتيكو بونتو سيريبيلار تراكت. يبقى الفانكشن ثرو ذيس باثوي، ذا سيريبيلم كومز اندر ذا فانكشنال كنترول اوف ذا سيريبرال كورتكس، يعني السيريبيلم بيقع تحت تأثير السيريبرال ايه كورتكس، فور كوردينيشن اوف ذا موفمنت، عشان تنسيق الحركات. طيب دي فيها كام نيورون؟ هو نيورون واحد في السيريبرم ونيورون تاني في البونز. طب ازاي؟ قالك بتبتدي من النيورون الاولاني في السيريبرم. منين في السيريبرم؟ قالك من الفرونتال بول والتمبرال بول والاوكسيبيتال بول والبرايتال بول، من ارياز هنا على السيريبرم اسمها اسوسيشن ارياز اوف ذا سيريبرال كورتكس. دي موجوده في الفرونتال بول والتمبرال بول اللي هو ده والبرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب، يعني موجوده في كل البرين الارياز اللي اسمها اسوسيشن ارياز. فالفايبرز دي تخرج من الاسوسيشن ارياز، بتبتدي من اسوسيشن ارياز اوف ذا سيريبرال كورتكس، وبعدين بتعدي في الميد برين، وبتعدي اول حاجه بتعدي في الانترنال كبسول اهو، الفايبرز الاكسونز اهي بتاعت الفايبرز تعدي في الانترنال كبسول، واضح ان في فايبرز منها معديه في الانتيور ليم بتاع الانترنال كبسول، فايبرز معديه في البوستيور ليم بتاع الانترنال كبسول، بعد الانترنال كبسول الفايبرز بتعدي في الميد برين، بعد الميد برين الفايبرز بتنزل تعدي هنا تعمل سينابس او تعمل ريلي في البونز. النيورون الثاني اللي هو النيوكلياي بونتيز اللي موجوده في البونز، من النيورون الثاني اللي هي النيوكلياي بونتيز فايبرز تعمل كروس للاوبوزيت سايد اهي، النيورون اثنين اللي هو بتاع النيوكلياي بونتيز فايبر تعمل كروس لاوبوزيت سايد وتمشي في بيدانكل هنا اسمه ايه؟ ميديال سيريبيلر بيدانكل، وتوصل لحد السيريبيلم تعمل ريلي هناك. يبقى النيورونز السيلز اوف ذا اسوسيشن ارياز اوف ذا سيريبرال كورتكس، النيورون الثاني اللي هو سيلز اوف ذا نيوكلياي بونتيز، بعدين الفايبر تعمل كروس للاوبوزيت سايد تمشي في الميديال سيريبيلر بيدانكل وتروح لحد السيريبيلم. يبقى دي التراكت دي اللي اسمها كورتيكو بونتو سيريبيلار.